كليدة داوينتا يقلينكا جامعة دا مقدشو ايا ماانتا بلاوضي اولالا بارتان او عافيماد اه او اندها اللوغو سمينا ايو ارتايدا دوكسيا دا سرى اي مقالة دا مقدشو وجدد اولالها ايا اه ان وقت هورا لوغادو لانا يرأي قطرتا اندها سو وجها او اي ارتايدو اي سنكو برا رقصنين تاسيو اي سبب اوتها استعمال كفرها بدن اي تليفونا دا ايا سيدو كلي كمبيوتر دا حا هالكاسي هذا القوبان كجيدي دكتور محمد احمد نيروبي أهنا هرمود ككوليدة داوين تيسيدو كالقلين كاي جامعة دا مقدشو وحامان تا شرفنا إن سوابقنا مقدشة انترناشنال سكول أنا قوة كوليدة عافماتك جامعة دا مقدشو كوليدة عافماتك جامعة دا مقدشو وحي بلاوذي برنامج يعني كاقيب قادشة دا عافماتك بلشة دا وستنا أكسونا هنا وحا مهم عافماتك أرددا أما بلشة دا أرداد مستقبل كسو كريسو سيدا درتيد وحان كوبلاوني مشروع إن آي سكرينينج كامبس أمان سكول جوين تشيلدرين أما إن هوبينتا عافيمات كإن دها أرداد سكولة دا لكتو إن سيدا أنا سعونو عالم كهدو حاكو سو كردي وحلو يقان ديجيتال إدوكيشن أما إلكترونيكس أرداد آد و استعمالان تاسو أن أكسون نهي إن أي سامين علوس كولة دا هاي إن أرقا سيدا درتيد هدي أردادو أرقود أولي تانا وحي سامين نيسا وحبرشا دي أردايقا وحالاقا يابا إن او معناها برفومنسي جيسا أما درجات كيسي أما كاقيب قادشا دي أكتيفيتي سكولكا سامين آد وين إيكو يالاتو سيدا درتيد اونا لقا يابا أردايقا إن او بأوغين إن او مشكلات وكاقاوا إن ده وحان اوغو تلقالنا إن ان كوميونيتي أوتريتش سامينو إيكمي ديهين سكول لدا لقا هوبيو أرداداس أرقا ololaha no sidoo kale qayb ka ah barnaamijyada joogtada ah ee adeegyada bulshada ee kuliyada daaweynta iyo sidoo kale qaliinka jaamacadda Muqdisho waxa maanta ka faa'iideysatay in ka badan 100 arday oo dhigatay iskuulka Muqdisho International waxaana baaritaankan sameeyay Dr. Guuleed Cali Baashi oo ah bare ka tirsan kuliyada daaweynta iyo sidoo kale qaliinka jaamacadda Muqdisho maanta waxa aad noo farxada in aan hirgelino oo aan bilowno barnaamijka eye screening ama baaritaanka araga اسکول دا کاسو آد مهم واه بر بارت سو کریسا تاسو نگه سعی دیسو این هدو آن هلنو ابد آرگو دو بد قبو تاسو کس سعی دیسو یه گنا اینو فکر کردی وحبرسو دا آدو کرتو آرگا آیا وحیه های وحیا بها قومی امسان مرکو علم ها سو کریو تاسو کس سعی دیسو وحبرش دی لفالگل کبولش دا iyo waxyaabo badan oo dhanka socialka ah ee saas darte jaacada muqdisho waxa ay go'aansatay si loo helo dhalinyaro iyo ubad argood ubad qabo hadhu mustaqbalka loo aayo in aan ka soo bilowno baartanada argooda dhanka iskuulka saas darte maanta waxaan ka hirgelinay iskuulka muqdisho international school baaritaanka araga oo isagana siriisno oo muddo socon doona barnaamijkan baaritaanka indhaha ah waxaa dhinaca socda wacyigelinta caafimaad oo loo sameynayo macallimiinta dugsiyada si ay u ogaadaan ardayda wajahaya khatarta indhaha jaamacadda muqdisho oo la aasaasay sanadkii 1997 waxa ay in ka badan 26 sano ka shaqeysay waxbarasho iyo sidoo kale adeegyo bulsho waxayna soo saartay kumanaan arday oo Soomaaliyeed oo adeegyo kala duwan u fadhiisay bulshada Soomaaliyeed Sumaya Cabdiqaadir warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho